أيها النظر الكرام، بحال اللي كتشوفوا الآن راه معنا الطفل الجسور ريان رشيدي. راه حنا كنحتفلوا حتى حنا بالذكرى ديال المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير. اليوم في المولد في العيد ولا في الذكرى ديال المولد النبوي الشريف، المنطقة الشرقية كيديروا بركوكش. بركوكش كيديروه بالحمص واللحام والكليله. الكليله هي ملي كيشيط اللبن كيصفيوه ويطيبوه ويلبسوه، هو اللي كليله قاصح. واليوم بغينا نهضر لكم على السريان. السلام عليكم. شنو هي النصيحه اللي بغيت تعطيها للاطفال في العيد ديال ولا في الذكرى ديال المولد النبوي الشريف؟ عندك تحرقوا راسكم بحراق، عندك قنابل. انا راني باش كنت صغير حتى انا صرات لي. اييه صرات لك، تحرقتي وجهك. واليوم راك بخير الحمد لله، ما بقات لا اثر لا والو. حتى السي ريان كان صغير، قلنا نهار تحرق حكي لنا القصه كيفاش وقعت باش تحرقتي. كنت صغير، كنت كان عندي بحال هاد القنابل سوسيطاج. هادو سميتهم سوسيطات. نشوف هاد السوسيطه وريها لنا. هذه خطيره، هذه من المفروض انها ما تتباعش هنا، ولكن مع الاسف الشديد كنلقاوها عندنا بكثره في المنطقه الشرقيه، والدراري الصغار بزاف كيتسبوا الحوادث. ولا مشيتوا للقسم ديال المستعجلات في الفتره ديال العيد ذكرى المولد النبوي الشريف، كتلقاو الحوادث كثيره وكثيره بزاف، ومن بين هذه الحوادث السي ريان حتى هو كان ضحيه ديالهم. غادي يحكي لنا كيفاش وقعت له. كنت صغير. اييه. كنت تمشى في الطريق، لقيت واحد القله فيها شويه ديال ليسونس، انا صحاب لي الماء. يعني كنتوا تقلبوا على القلات؟ قلنا تقلبوا القلات باش ديروا فيهم دوك السوسيطات، دوك المحرقات فيهم، وباش يديروا الصوت بزاف. باش يديروا الصوت بزاف. وانا صحاب لي هذيك حتى فيها الماء مشيت. يعني ديك القله كانوا قدام مال ليسونس، كان فيها شويه ليسونس باقي ليسونس. مشيت درتها في كسميتو، وقفت في الطحطحه تاعنا، درت دورت عليها الرمله باش ما تطيرش، وانا ضربه اللي نجي نشعل كسميتو يرميها وهي تطردق عليا. طرزقت لي هنا، مشاو لي حجباني شفاري شعري كاع من هنا تحرق، وجهي من هنا تحرق. قعدت شي عام وشي حاجه بحال باش ولا وجهي الحمد لله هاك. ايوا سيدي الحمد لله سلامتك. اذا كتقول الدراري الصغار عضوا بالكم وحاولوا تبعدوا على هاد المحارق الكبار، وباخص الوقيته اللي كديرهم في سيد الميلود. يعني اخص ملي كيديرهم في دوك القلالي ولا كيستعملوا الكربير ولا شي حاجه، فهاد الشيء خطير. والخطر منه هو اننا كنلقاو غير هذه مثلا، هذيك بحال اللي كتشوف فيها، هذه كبيره، هذه راها كبيره وخطيره، فيها تقريبا 10 غرام. كاين اللي كبر منها ولكن مجهده، فيها واحد 10 غرامات ولا 8 غرامات ديال البارود. يعني ما نقولش كاع 10، 5 غرامات ولا 6 غرامات. كيفاش كتشعلوهم؟ تشعلها هنا، تشعل هذا الخيط. اييه. وتربيها وخصك تبعد شويه. اييه. صافي. الشغل هي تكمل. وهي تكمل ومجهده هذيك. واه. يلاه شعلها رميها لهنا نشوفوها. اذا شوف شوف الطريقه باش كتشعلها. لا ما تر نخرجوا برا ونوري. علاش شعلها انا نشوفوا هذيك؟ شعلها هنا. مادام راني غير انا وياك، وما لا سمعوك الجيران راه مصيبه. اذا نطبطق عليك. اذا ها هو شعل. اذا هذه وحده من القنابل اللي كيديروهم. اذا السرايا كنقول لك زعما كبعد على القنابل وكتحنى الساعه انت كدير في الدار. معليش. كيفاش معليش؟ إذا راك تشوف لقيت واحد الريحة قوية وواحد الصوت قوي، وهادو خطيرين وما خصهمش نداروا، وخاصة ما نداروش وسط القلال ولا شي حاجة. ومن هاد المنبر كنطلبوا من السلطات المحلية باش تزيرها. البوليس قايمين بالواجب ديالهم، زيروا كل مرة كيحجزوا هاد الشيء، ولكن مع الأسف الشديد بحكم أننا في واحد المنطقة حدودية مع الجزائر، أخوة الجزائر أو مع مليليا، فهاد الشيء كيتهرب لنا من مدينة مليليا أو من الجزائر. إذا شوف هاد الطريقة باش كيستعملها شنو كدير؟ إذا هاد الطريقة هي خطيرة. إذا ما خصش دير هاد الشيء، لأن هاد الشيء خطير، وكنطلبوا من الدراري الصغار باش ما يديروش. وأقول لكم اللقاء، ومع الأسف الشديد هاد الشيء اللي بقى ديال الكوكش، باللقاء وكل عام وأنتم بخير.